أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. بعد أن تولى حمد الشياع السوداني منصب رئيس الوزراء في حكومة بغداد قبل أيام، مباشرة بدأ بحملة إقالات طالت الكثير من المسؤولين. ربما هذا لا يعنينا، يعني لأنه من يذهبون ليسوا أحسن من سيأتون، ومن سيأتون ليسوا أحسن من ذهبوا، وهكذا منذ عام 2003 لحد الآن. يعني على صفحات أيام العراقيين شاهدوا الكثير من هؤلاء المسؤولين، وشاهدوا الكثير من أحداثهم، وكلهم نفس البيئة، نفس الإطار، نفس المصيبة، نفس الفساد، ونفس الخراب، ونفس التفكير، ونفس التوجهات. لكن اللي يهمنا في هذا أنهم يتحدثون أنه نحن حكومة، ونحن دولة، وديمقراطية، وحرية، وشكل جديد، وجئنا بالعراق الجديد. هذا ما قالوه وما يقولونه لحد الآن. لكن من عام 2003 لحد الآن لا تسكن عقول كل المسؤولين في العملية السياسية مهما كان شكلهم، لا تسكن عقولهم إلا قضية أساسية، هي قضية الاجتثاث. يجتثون بعضهم، وهذه يبدو يعني جزء من طبيعتهم، جزء من أخلاقهم، جزء من تصميمهم، جزء من توجيهات لهم، لا أعرف. من البداية كلنا نعرف أن هناك الثقة معدومة بينهم، هذه القوى التي تقول انها قوى العمليه السياسيه، وهي احزاب وديمقراطيه وحريه وتتناقش وحوارات وطنيه، حوار وطني، هذا كله كذب وادعاءات. ثقه معدومه بين كل الاطراف وبين كل الاشخاص، لا يثقون باحد. لذلك تصفيات والاقالات حاضره، عندما يتغير مسؤول يغير الجميع، وهذا حصل من عام 2003 لحد الان. التغيرات تشمل الجميع في كل دول الدنيا، تتغير الحكومات. يعني لا يمكن ان يعني نقرا التاريخ السياسي لكل دول العالم منذ مئات السنين، تتغير الحكومات، لا بد ان تتغير الحكومات بفعل برنامجها، ينتهي برنامجها بفعل اخطاء، بفعل نجاح، بفعل سقوط، بفعل يعني انتكاسة، بأي أفعال، والشعب يختار غيرها وتجي حكومة غيرها. لكن إلا في العراق قضية أخرى. في هذه الدول لا يغيرون، يعني لا تغير المناصب. يعني نقرأ أنه مدير المخابرات 20 سنة صار، 25 سنة، مدير الأمن ما أدري إيش صار له. الخبرات المتراكمة هذه مطلوبة للبلد، ومطلوبة هذه العقول، والتي تعرف كيف تحمي الأمن وتحمل وتصنع سياسة اقتصادية وتصنع سياسة اجتماعية وهكذا وعلمية. فكل المسؤولين يبقون، وكل آثارهم في كل الدول، تذهب إلى كل الدول تجد أسماء كل الذين غادروا حتى وإن اختلفوا معهم، موجودة ساحات بأسمائهم، تماثيل لهم، حدائق بأسمائهم، مجمعات، مطارات بأسمائهم. يعني رغم انهم مختلفين معهم، الحكومة الموجودة تختلف معهم 100%، لكنها لا تجتثهم، لا تجتثهم من التاريخ. هؤلاء الذين يحكمون العراق لديهم هاجس ولديهم فكرة، يعني في نفوسهم، تسكن في نفوسهم اجتثاث من كل شيء. يعني يريدون ان يجتثوا الناس من النهاية، يعني ينهون كل شيء. لذلك شهدنا حملات اجتثاث متكررة، وهذه جزء من عندها. ما يفعله محمد الشياع السوداني الآن جزء من اجتثاث هذه الإقالات. في يوم واحد يصدر قرارات 10 و20 و30 مسؤول، لكي يأتي بمسؤولين جديدين، يعني من 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 البطانة التي يريدها هو. طيب وأنت تسأل وأنا أسأل والشعب كله يسأل، ما هي المعايير؟ يعني ما هي المعايير التي يتم فيها اختيار الشخوص للمناصب؟ كيف يمكن أن تختار مدير عام؟ ما هي المعايير؟
كيف أن تختار مدير قسم، كيف أن تختار وكيل وزارة، وزير، ما هي المعايير؟ رئيس وزراء، رئيس جمهورية، تحدثنا في هذا الموضوع ربما سابقا. لا توجد معايير الحقيقة من عام 2003، لا توجد معايير. هم يتحدثون عن كفاءة، المعايير هذه تعمل بطريقة يعني ترجح لك من هو الأفضل لهذا المكان. عندما تضع معايير دقيقة وعقلانية وإنسانية وأخلاقية وعلمية، هذا ووطنية قبل كل شيء، لأن المعيار الأساسي في كل شيء في القضايا، في قضايا خدمة المواطن، هو أن يكون المسؤول يحب المواطنين، يحب ناسه، يحب شعبه. هؤلاء اللي يحبون شعبه، تحدثنا عن رئيس الجمهورية الحالي اللي يعتبر العرب قتلة ومجرمين وسفاحين وما أعرف منه ومزورين وفاسدين ولا يصلحون لقيادة العراق، و90% من الشعب العراقي هم من العرب. طيب كيف تكون رئيسا لجمهورية دولة فيها بلد فيه أكثر من 90% من العرب وأنت تراهم هكذا؟ إذن هناك عدم محبة، هناك رفض. تحدثني عن باقي المعايير، كفاءة لا تساوي شيئا. عندما يختل هذا المعيار كل المعايير الأخرى تختل، لا تساوي شيئا، لا ليس لها قيمة. لكن عندما تكون هذه حاضرة، نبحث عن المعايير الأخرى اللي هي كفاءته، قدرته، خبراته، ما الذي يفعله، ما هو برنامجه، هكذا. أما أن نأتي بالناس لأنهم من بطانتنا ونضعهم ويجي المسؤول الثاني فيراكم وهو على خلاف معكم لأنه رؤيته غير شكل ويزيلهم ويقيلهم أجمعين ويأتي بطقم جديد والطقم الجديد يتغير بعد فترة، هذه يعني الخطوة هذه اللي فعلها محمد شياع السوداني كانت خطوة منتظرة حقيقة. لا أحد يقول لي أنه ما كان سيفعل ذلك، لا سيفعل، فعلها غيره كلهم من عام 2003 لحد الآن، هو كان سيفعلها ومنتظرة، لكنها سريعة جدا. تصفية حسابات، واضح أنها تصفية حسابات. أما حديثهم عن الشراكة الوطنية وعن الإخلاص وعن الوطنية وعن النزاهة والمحبة وخدمة الوطن، كذبة كبيرة. وبدليل أنه هذا الذي يحصل، الكل يضع ذريعة معينة لتنفيذ سياسة معينة. يعني محمد شياع السوداني الآن تحت ذريعة محاربة الفساد، الكل يجتثهم ويقيلهم، وغيره كان تحت ذريعة محاربة الإرهاب، تحت محاربة الصدامين، المعرف منه، البعثية، الدواعش، كل شيء، كل شيء تجد، يعني شعارات تجد، والكل يعني عدم المؤمنين بالديمقراطية، عدم المؤمنين، وهكذا شعار، وتحت هذا الشعار تنفذ مجازر، وهكذا يجري. إذن الأساس في كل هذا الذي نقوله أنه لا توجد حكومة في العراق، ولا توجد دولة في العراق، ولا يوجد معيار حقيقي لأي وظيفة، والشخص المناسب في المكان المناسب هذه قيمة غير موجودة في العراق، مفقودة. لذلك نرى ما نراه اليوم يحصل في العراق، وما فعله محمد شياع السوداني ليس جديدا وليس غريبا، هو جزء من منظومة تفعل ذلك، لكنه ربما بشكل سريع جت أوامر من إيران، جت أوامر من هذه الميليشيات، يريدون أن يستولوا على كل شيء بشكل سريع. وأعود وأقول، والكل يعرف أن المسؤول القديم ليس أحسن من المسؤول الجديد، والمسؤول الجديد ليس أحسن من القديم، كلاهما يعني في نفس المنظومة الخربة وفي نفس الفساد وفي نفس الخراب، وكلهم ارتضوا أن يكونون في هذه المنظومة اللي اسمها العملية السياسية التي هي ضد العراق وضد بناء العراق ومخربة للعراق. هذا واقع الحال. فمن يتحدث عن تغيير، التغيير لا يأتي هكذا وليس بهذه الطريقة، وهذا يدل على أنه لا تغيير في العراق، وما موجود الآن هو إعادة تدوير لكل الخطوات السابقة التي رأيناها من عام 2003 لحد الآن. وقت هذه الحلقة قد انتهى. أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.